السلام الله عليكم ومرحبا بكم على قناة أسكويك. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة سريعة لبعض سماعات بلوتوث والتي لا يتجاوز ثمنها 7 دولار. الغرض من هذا الفيديو هو معرفة إن كان هذا النوع من السماعات وبهذا الثمن يستحق الشراء أو من المستحسن شراء سماعات والتي تحمل اسم شركة معروفة وذو شهرة كبيرة. سوف أحكم فقط على جودة الصوت وليس على الشكل أو الخاصيات، وسوف أعطي تنقيد لكل واحدة منهما. لنبدأ. Take a drive.
لهذه السماعات فقط هذه التي أعجبتني من ناحية الصوت، جودة رائعة وفرق كبير مع باقي السماعات. بالنسبة للسماعات الأخرى فبصراحة ضعيفة من ناحية الصوت، خصوصا هذه فصوتها مزعج جدا للغاية ويعطي صداع في الرأس. بالنسبة للشكل فأغلبيتها تتشابه، وما يتغير هو الاسم ما عدا هاتف. أكرر، إذا كنتم تبحثون عن سماعات بلوتوث رخيصة يمكنكم شراء هاته، أو من رأيي الشخصي اشتروا سماعات تحمل اسم شركة ذو شعبية وشهرة ولو كانت غالية الثمن. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وأرجو منكم مشاركته مع أصدقائكم وترك لايك، فهذا هو أكبر دعم للقناة. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى حين ألقاكم في فيديو آخر أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.